وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. صدق الله العظيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ولذا عقب سيد الرجال محمد صلوات ربي وسلامه عليه فقال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: مريم ابنة عمران، خديجة بنت خويلد، آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وفاطمة بنت محمد. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون أبدع قارئنا كعادته على عرش التلاوة ملك المقامات العالم الجليل بوزارة الأوقاف المتقن المجيد فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرق، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، والذي دائما نتشرف بفضيلته في كبرى عزاءات مصر وكبرى حفلات مصر والوطن العربي. أولى فقرات هذا اللقاء الكريم الذي نكرم فيه الوالد الكريم والمربي الفاضل الحاج سعيد عطية القصاص، نسأل الله أن يطيب ثراه وأن يغفر ذنبه وأن يوسع في قبره، مشاكرين لأشقائه وأبنائه آل القصاص بعموم محافظات جمهورية مصر العربية، بخصوص الصالحية القديمة بمركز فاقوس، يتقدمون بفائق الاحترام والشكر والتقدير لحضراتكم ولعموم القيادات الشعبية والسياسية والدينية والتنفيذية وعمد ومشايخ القبائل العربية والسادة قيادات الواجب الجميع. تقبل الله عزاءكم جميعا. شاكر باسمكم فريق العمل لهذا اللقاء عميد الصوتيات الكبرى اولاد ابو الامام مخازن فراشه المعلم عماد القصاص، الخدمات الفندقيه اداره المتر ثروه الشبراوي، هندسه التصوير العالميه المهندس محمد النجار، الازدحام والاماكن لم تفرغ، وهذه مليونية آل القصاص. فدعوني أترككم الآن مع العلم الكبير قوي الجوابات شديد الصراخات يمتع القلوب حين يتلو من آيات الله البينات أحد أعلام التلاوة بمصر والوطن العربي الإذاعي الكبير القارئ الشيخ محمود القزاز.
نجم محافظة البحيرة يتفضل مشكورا.